اهلا وسهلا بجميع مشاهدين قناه اقرا اهلا وسهلا بكل احباء برنامج آه جعيد اهلا وسهلا بكل احباء برنامج مطبخ وكي. نحن اليوم كمان شو عم نعمل عم نعمل وصفتين كتير 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 طيبين تصوروا الفتة الفتة قديش مهمة عم تكون بمطبخنا وبلشنا فتة حمص فتة دجاج فتة باذنجان فتت مقادم فتت لبن شادي اليوم بده يعمل فتت رز جربوها بس مرة واحدة وبعدين خبرونا أو بعتوا لنا آراءكم من بعد أكيد ما تجربوها وتدوقوها بس قبل عنا وصفات بكون تكتبوا قدامكم عنا قيم غذائية للوصفة وعنا كمان كثير من الأشياء بدنا نحكيها حتى نحضر هيدي الوصفه بطريقه صحيه جدا اثنين مسقعه الباذنجان كل العالم بيعملوا المسقعه اوكي او المسقعه بالباذنجان بيقلوا الباذنجان اكثر من 90% بالعالم عندنا اكثر من 9% بالعالم بيشوا الباذنجان وقليل جدا هالواحد بالمية يلي بيسلق الباذنجان اليوم يمكن لأول مرة رح تشوفوا كيف بدنا نعمل مسقعة البتنجين بالبتنجين المسلوق بطريقة كتير حلوة وأكيد الحمص رح يكون من عند أول قطفة والزيت من عند ليسير وكمان رح تشوفوا كيف رح نشتغل كمان اليوم ورح نسلق دجاج فقيه وكيف بدنا نستعمل لأول مرة كمان لأول مرة يمكن لأ بس لأول مرة هيدا النوع من البهارات اللي هن البهارات العربية من اسناد لكن شو عندي رح بلش اول شغلي عندي هون طنجرة انا عم تغلي رح اجي اسلق فيها الدجاج ومن العادة الشيف شادي بجيب ورقة غار قرفة زنجبيل خولنجان حبهال شغلي من هالنوع اليوم لا رح اعمل شغلي هيك كتير كتير كمان سريعة رح اخد بهارات اسناد رح افتحها رح نشوف كمان كيف هالعبوة الحلوة المعمولة رح افتحها كمان بطريقة كمان هتعقد رح ناخد الكيس المضغوط واو حتى الريحه طالعه كمان من الكيس رح اعمل هيك رح نجي نقص فوق كمان وين فوق هيدا الجاط هيك شوي صغيره حتى اذا نزلوا بقلبه نرجع كمان نستعملهم هلا بتشوفوا ليش ليكوا بهارات شو حلوين واو شغله كبيره ملعقه صغيره بقلب المي هي وعم تغلي بتعقد رح نرجع نردهم محلهم بس حطينا هلا ملعقه صغيره شو صار؟ اتطعمت عندي المي، رح بديت كمان هلا من الملح ورح نجيب الدجاج الفقيه. الأول اول شيء رح اروح رح رحب رح رح اول شيء انا بالال جي ناخذ هيك ترحيب صغير نشوف كيف لازم نحفظ كمان الدجاج الفقيه وبعدين انا اكيد انا عندي دجاجه كمان حلوه قدامنا رح نشوفها بعد شوي بس قبل على الال جي يلا تلاقوا كمان شو حلو هالعبوه كمان الحلوه او هل هل المضغوط المسحوب منه كمان الهواء ومعمول بطريقه حلوه حتى اذا كنا اشتريناه ما بنلاقي بقلبه كمان انه في مي او في اشياء ممكن تدل انه هالدجاج مش معبق بطريقه مضبوطه جربوا مره واحده برجع بعيد ورجعوا كمان خبرونا اوكي سكرنا عندي الحمص انا بدي اخذ من عندي الحمص تبع اول اطفي شو بعد لازم حليب الربيع عصائر الربيع ممكن نستعملهم بعدين ممكن كمان نستعملهم بعدين هذا الحمصون اول شغله أنا بدي اعملها من بلش نسلق الدجاج كرمال فتت الرز بس فتت الرز اليوم فيها دجاج فتت الرز اليوم فيها لحمي فتت الرز اليوم فيها قلوبات فتت الرز اليوم فيها خبز فتت الرز اليوم فيها لبن اشياء كثيره يلا هون كمان الدجاج بهالطريقه رح ننزله بالمي اللي عم تغلي طلعوا كيفها غليت المي مع بهارات اسناد شغله كمان كثير حلوه كمان بنعقم ايدينا مثل العاده دائما دائما ودغري بنرجع على المطبخ وبلش فكر بفرن ال جي سولار شو بدي اعمل؟ الخبزات الحلوين يلي بدنا نستعملهم لمين؟ لفتة الرز طيب أول شيء فيني حط انا الخبز بهالطريقه هلا كبهم جوا حطهم على النار اعمل اللي بدي اياه بس انا بدي اعمل شغله كثير حلوه اعملوها انتم كمان هيدا جات هيدا جات حطينا فيه الخبزات اللي هن بعدهم اكيد طازه باخذ كمان شوي صغيره من اي نوع من بهارات اسناد السبع بهارات او توابل الدجاج اللي بدكم اياه بحطن بهالطريقه على الخبز بنروح لعند زيت لسيور أخذنا شوي طلعوا شوي، شوي صغيرة، حوالي الملعقة كبيرة لكل رغيفين من الخبز، وبيجي أنا بخلطهم مع بعضهم طلعوا. طلعوا كيف البهارات، كيف الزيت على الخبزات اللي بدي حمصهم كمان بسولار دوم، طلعوا شو حلوين. واو! هلا حطهم بقلب صينية. من بعد ما حطهم بقلب الصينية طلعوا شو حلوين، هيك كل ما باكل هلا شقفة من الخبز تعطيني طعمه تبهارات وطعمتها تطلع اطيب بمليون مره هذا دوم صباح الخير كيفك الجي مش الحال لايفز أه، جود بدنا نعملهم سرعه ولا بنعملهم كونفكشن ولا يلا سبيد بنروح كمان هون على السرعه رقم ثلاثة ما راح كتير هيك سرعه بنروح على ال180 على مهلنا بنحمصهن حلوين بنروح كمان على التايم راح نحطهم حوالي الدقيقتين اند ستارت شغلتين صرنا عاملين دجاج فقيه بالمي مع كمان بهارات اسناد بلش هلا ها بده يغلي بعد دقائق وبس يغلي رح تشوفوا انه ما في عندنا اي رغوه على وجه المي هي شغله كثير فظيعه كثير حلوه وكمان عندي اللحمه أنا هون رح علي النار اللحمة مع القلوبات مع البصل مفرومة ناعمة هلأ وهلأ بعد شوي صغيرة بنحط عليها من الرز وعنا هالخبز المحمص مع بهارات اسناد وكمان زيت لسيور موجودين بالسولاردو يلا من جديد نرجع هلا تنبلش نكيل نكيل يعني نزين نزين يعني ناخد كمان يعني نزين كلمه زينه يعني بدنا ميزان طيب ميزان انا ما عندي ميزان شو بعمل معنا ميزين بناخذ كبي معنا كبي بناخذ ملعقه يعني دائما الشيف شادي بمطبخك عنده حل بسرعه انت شو هون لا حطينا هون رح نجي هلا بسرعه هون طلعوا كيف هيدا كوب وهيدا الرز وهيدا هون عم نكيل يعني عم ياخد الكيل هيدا هون كوب واحد من رز بسمتي هيدا كوب ثاني من رز بسمتي هون وهيدا هون ثلاث ارباع شوي صغيره بنحط يلا اوكي دغري هيدا الرز مثل ما هو هيك من دون غسيل ابدا اللحمه البصل الصنوبر الفستق الحلبي كلهم عم يتحمسوا انا عندي وهيدا الرز طلعوا بهالطريقه بنحركهم كلهم سوا مع بعضهم ويا سلام وبننتظر حوالي قديش يعني دقيقتين ومنبلش نضيف عليهم المرقة او الجيش أو مرقة الخضرة اللي عنا لكل كوب من الرز كوبين من المي مغلية أو مرقة مغلية هلأ ممكن بعد أنواع الرز تاخد كوبين وشوي كوبين إلا شوي بس نتعود على نوع الرز مستري بنعرفه عن غايب سمعنا كمان السولار كمان عم يعيط لنا نشوف الوضع بعد رح كمان رح نعطيه قوة كمان أكتر كمان هون عندي انا على رقم خمسه رح نقويها شوي واو و... ويلا هون عندنا هلا صار الخبز فينا نقول بعد شوي صغير جاهز الرز عندنا كمان ماشي حاله وما في اي مشكله رح انا هلا اقرب المرأة اللي عندي او مرأة الخضار اللي عندي اوكي ومرأة الخضار كمان بتلاقوا عند اسناد كمان الظرف يلي فينا نفتحه ونحطه بقلب المي وممكن كمان يعطينا مرأة كمان كثير حلوة. ها, ها, ها وين هون الكفكير الكفكير هون وراح نبلش. واحد اثنعش ما هيك؟ لأنه ثلاثة ضرب أربعة اثنعش، أوكي يعني واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حداعش و12 يعني نحن هون لانه كل ثلاث كفاكير بيعملوا كبايه انا بدي اربع كبايات اربع ضرب ثلاثه بيعملوا 12 كفكير وهلا بنحرك هالمجموعه كلها سوا هالخليط اللي بيعقد اللي فيه البهارات القرفه كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء على اللحمه انا حطيتهم ومنسكر يا سلام الرزات بلشوا يغلو الدجاج واحد اثنين ثلاثة كمان قدامنا هلا كمان عندي واحد اثنين ثلاثة كمان عندي المي عم تغلي هالمي عم تغلي فهمنا الدجاج عم تغلي فهمنا كمان هون فهمنا بس في شغلة ليش عندنا بعض طنجرة عم تغلي فيها كمان المية شاف شادي الدجاج قلنا هون عم يغلي هون عم يغلي مين الرز هون عند المرأة وبالسولار دوم عند الخبز ضل عندي هيدي الطنجره بدنا نسال ليش طيب بسرعه بسرعه و... وبدي اقول لكم شغله من بعد العاده والعمل مع مع مها الاخصائيه التغذيه اللي تعرفوها مزبوط صرتوا كمان وعم تتداولوا معها كمان وعم تاخذوا اراء كمان على الفيسبوك وكمان على التويتر هيدي الشغله شو عم بيصير عم بيصير انه الشفشادي صار ما يسمع كثير حكي اوكي صار شو عم بيصير؟ صار انه الشيف شادي مجبور بيعمل بعض الوصفات او 90% صحيين بامتياز، مشان هيك رحنا لوين؟ على الباذنجان المسلوق. هلا انا ببلش اسلق الباذنجان، انتم شو بتعملوا؟ واحد بتبلشوا تكتبوا الوصفات قدامكن اوكي؟ انا شو رح اعمل؟ رح اقطع الباذنجان بهالوقت، رح اخذ انا سكين المنشار وهودي الوصفات قدامكم وبعد معنا حوالي دقيقة وحدة قبل ما نطلع بريك. بترجعوا لعندي رح تشوفوا كيف عم قص البتنجان حلوين بعقدوا بجننوا هيك وهلا كمان باخذ بتنجان الثاني وعم تشوفوا كمان المي هون رح قويها رح احط بقلب المي من الخل الابيض او الخل الاحمر تحافظ على لون البتنجين وراح تشوفوا انه راح يتغير لونه الى لون الاحمر او الموف شوي صغيري راح تشوفوا شوي هون كمان الخل وببلش انا ليكوا كيف شرائح بالمي طلعوا على الطريقة الحلوة هي طريقة المارينيشن او الماريني اوكي يعني الشغلة يلي مننقع فيها والنقعة اوكي تعملنا هالتخمير ها اوكي للمنتج اللي انا بحطه وهيك بيطلع معي كمان اطيب واطيب كمان بهالطريقه هون راح اقطع كمان الباقي كلهم سوا متل ما عم شايفين بقطع الباذنجان بقشره من دون اي مشكله وياللي بده يقشر باذنجان كمان في أشر الباذنجان مثل ما بده بانتظار الرزات بانتظار الدجاج بانتظار الباذنجان بانتظار كمان الخبز المحمص بالجي نرتاح شوي ورجعولي لي بسرعه اهلا 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 وسهلا بكم اهلا اهلا وسهلا اهلا, أهلاً وسهلا بكم اهلا وسهلا بكم اهلا شو عم تعملي عندك؟ بعمل كواليتي تشيك كواليتي تشيك على الشيف شادي نعم وماذا وبد وبدور كنت, الفقيه كنت على, الفقيه على, الفقيه على الفقيه الفقيه موجود كله الدجاج؟ كله تمام كله, كله تمام عصائر الربيع موجودين. موجودين؟ موجودين بيض كمان الفقيه فقيه موجودين؟ موجودين, موجودين. اول اطفيه موجودين؟ انا بدور على الباب كمان على الباذنجان الاسود فين؟ الباذنجان الاسود هون سلقني الباذنجان الاسود اللي صار لونه موف هيك شو صار حلو اه عشان عشان انا كنت بتكلم على الباذنجان الاسود بدي اقول للناس انه كيف ممكن يخزنوا يعني يحفظ الباذنجان الاسود بالثلاجه اول ما نشتريها طبعا ما ي... ما نغسلها الافضل ما تتغسل ونحطها بالثلاجه بس نمسحها بالمنديل او باي م... يعني قطعه قماش نشيل عليها سوداء من برا سوداء من برا شو بنعمل بس ننظفها وإذا عليها غبره آه وتتخزن بال... بال... وتحفظ بالثلاجه باكياس مخ يعني منفصله عن الخضروات الثانيه علشان ما تاخذ ريحه او تاخذ او تتاثر بيهم اوكي بس نبغى نستعملهم نتغسل ونأكلها بالقشر وناكلها بالقشر لانه الفايده كلها بالقشر تفضلي لعندي تفضلي شفت الصحة. انا ايش لابسه اليوم شو شو لابسه؟ لابسه جزمه رياضه عن اول مره شفتك عشان... لابسه شيء بأجرك <applause> <applause> لا عشان اجي وجري وبعد الحلقه بدي اروح اسوي رياضه ان شاء الله عفك اذا الله راح نتكلم اليوم عن الرياضه برافو عليك ليك تكلمي لي اول شيء عن عن الباذنجان المسلوق تكلمي لي عن الثوم المسلوق طبعا يعني أنا انت انا ماني خايف من حدا ابدا انا عم بعمله هون برياحة ضميري يعني انا قلت اليوم ما زال ما اصرف زيت آه. لي بصرف شويه مي والله سلقناهم على شويه شوي. مويه وخل و... يا سلام اطلع اطلع هون ما احلى ليك طبخه البندورة. ليك, البندورة ليك البندوره ليك البندوره هون ليك البندوره انا ممكن كمان اشويها بالفرن صح؟ بحط عليها شويه زيت زيتون وخل مثلا ثوم او سكر اي الباذنجان انا قلت قبل انه فينا نشوي نعم فينا نقلي بس 90% من العالم بيقلوا اه لا 9% من لا. العالم بننسى هالكلمه 9% بيشووا تمام و1% يمكن بيسلق انا حسوي لك ترميم مغناطيسي وتصير تنسى شيء اسمه مقليات تصير شوي او سلق شوي او سلق هكذا تمام يعني بطاطا مقلية نو؟ no. نو شوي صغير كله مشوي شوي صغير طيب اخر شيء بيزعل لسيور منا بيعمل لنا مشكلة لا نحط على طبعا لسيور ما في غنى آه على, على زيت انه هيك قصدك انه اه ما في غنى على زيت ال طلع شو بدي اعمل يعني هلا هيك شوي صغير بخلص لا تخليص. حتى فايدته بتكون احسن ماي ما ما هو زيت غير مشبع وزيت جيد يعني دهونه جيدة بس نعرضه للمقلي او للحراره العاليه بتحول بيصير زيت مشبع 100% قصدك انه نستعمل الزيت قد ما بدنا أيوة. مثلا او بمعدل بس مش مقلي طبعا مفيد للبشره مفيد مم. للقلب مفيد للشرايين انا مضطر لك نعم تنكف الحديث مضطر لك نعم مضطر <applause> على كل حال حديثك 100% مزبوط بس انه بدنا نقنع العالم انه لازم نبعد عن موضوع انه نحن شو نعمل نقلي ما في مقلية ليك شو انا عملت هون تمام حطيت عصرت شوية حامض اوكي مع كمان رب البندورة او معجون الطماطم كمان من اول قطفه ليك شو عم بيصير هيك برافو عليكي ولكن انا شو عم بعمل هون حبيت الموضوع تمام ليكي ليكي, ليكي عارف ليكي الطبقه هذه بما اني حتكلم واو. اليوم عن الرياضيين والرياضه الطبقه هذه جدا مفيده للرياضيين لانه نسبه البوتاسيوم الموجوده في الباذنجان بتساعد على دائما الرياضيين يحسوا بانه عضلاتهم بتالمهم او مكان اللي سووا فيه رياضه بيكون شويه شادد البوتاسيوم من خواصه الطبيه انه هو ما تشوفوا مثلا لعيبة التنس بس بيخلصوا الماتش تبعهم بياكلوا على طول بنانه او موز لانه فيها بوتاسيوم أنا كمان فكرت انا فكرت انه الموز هو السبونسر تبعولهم لا <applause> الباذنجان فيه بوتاسيوم جدا مفيد عشان شيء مناسب للعضلات لتشنجات العضلات عف... مناسب عفك للقلب حلوه بيكون ما يلعب بالتنس بيخلص الضربه تبعيته ياكل باذنجان ياكل مول وبيروح لاقي القيم الغذائيه هلا رح نحط لهم القيم الغذائيه واللي بده يعرف كمان القيم الغذائيه تبع الموز او تبع التفاح كمان في فوت لعنا كمان على, على, الفيسبوك او على كمان جميع ال آه شو من على الميديا شو على العربية؟ المواقع, التواصل المواقع التواصل الاجتماعي مثلا برافو عليكي او على الموقع الالكتروني على الويب سايت اوكي لكن انا شو عملت انا هلا على هني ما يكتبوا قدامهم انا هون بدي فرجيكي شغله طوسي اه دجاج فقير المسلوق ليكي كمان بدي بطي بس اللحم النار شوي اللحم الابيض البحر الابيض وحسي على الكليرنس يعني صحيح. على على الصفاء او هالمي كيف صافية معنا بطريقه كثير حلوه في كتير غلطه هنا في غلطه هنا هي غلطة, غلطة شنيعة آه فغلطة الشنيعة غلطة شنيعة غلطة شنيعة لماذا هذه الدجاجة بالجلد؟ بالجلد طيب شو بدك؟ لك هي خلقت بالجلد ايش بعمل لها انا؟ بجيب بقول لها من دون جلد لا كان ممكن وهذا بيخلق لونه لونه ابيض كان آه ممكن عبيض. نشيل منها الجلد ونخفف نسبة الدهون ما انا جربت تشيل الجلد قالت لي ما بدي وبتستحي شيء لا المرة الثانية لو سمحتي يا دجاج يا فقيه احتراما لك وتقديرا لك لازم نشيل الجلد لازم طيب لكن لازم نشيل الجلد ما بيسوى نشيل الجلد بعدين يعني احنا على نروح على الجيم طيب هذا سؤال نبغ... وجيه نبغى نتغدى مثلا وبعد الغداء بساعتين عم نروح على الجيم ليش بناخذ زياده في الدهون بدنا نروح على الجيم طب عندي سؤال علشان نجري ولا نبغى نجري حوالين البيت ولا اي شيء نسويه اليوم السؤال هو تفضل شو الفرق بين اسلقها مع الجلد وشو الفرق بين اسلقها او شو فرق بين اسلقها مع الجلد وبعدين شيل الجلد اوكي وفرق اني اسلقها آه. من دون الجلدة سؤال وجيه شفت قلت لك وجيه لازم لما نشيل لما احنا نسلق الدجاجة او او نحط الجلد نخلي الجلد على الدجاجة ونسلقها ما. كل الدهون اللي بالجلد شربتها الدجاج يا سلام نشيل الجلد ايش حنلاقي الجلد زي تقريبا المناديل خفيف جدا خلاص راحت الدهون اللي فيه أوكي. بس لما نشيل الجلد قبل الطبخ تأكدنا تماما انه احنا ازلنا كميه كبيره من الدهون. يس yes. يعني قصدك اذا انت اليوم سلقتيها او شويتيها مع الجلد، أيوة. الجلد بتترك الدهون على باقي اللحمه بتصير هي مدهنه. طبعا كمين. بس يشيلوا الجلد ايش حيلاقوه؟ خفيف راح منه الدهون، طب. بس كده افضل طبعا. ليك شو راح اعمل؟ راح اخذ انا هلا الصينيه مو افضل يعني انا بقول عليه افضل ايه قصدك طيب. لا انه الافضل انه نحن نسلقه من دون من غير جلد. الجلد من طبعًا. الاول طبعًا. لا لا هيدا مفهوم طبعًا. كمان حتى لو من غلبة مرات بالحكي بس انه عم توصل عم توصل الشغله بطريقه حلوه مسقعه باتنجين مع البصل مع الاوريجانو او طبعًا. الزعتر اليابس او النعناع اليابس الباذنجان مشوي مقلي او مسلوق انا عملناه مسلوق يكون صحي اكثر واكثر لازم الناس يغيروا الفكره هم دائما عندهم مسقعه باذنجان مقلية كده يعني بتقول لهم مشوية أو مسلوقة بيستغربوا لا هي بتساعدين. ممكن تصير ممكن تصير بتساعديني تفتحي لي تفتحي لي ال جي الجي وراكي طبعا أنا لا. أوكي وهلا ليكي شغلة برافو عليك ها بلشنا لك كيف <تصفيق> هون <تصفيق> <تصفيق> بلشنا كمان هون نعمل القصص كلها سوا حطينا هيك بقلبها وريكي كيف هلا ان شاء الله بدي اهلك <applause> يلا انت كم نعمل؟ كم يا بيي 600 360 يلا 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 يلا, يلا وهيدا هون ستار طيب. ليك الخبزات شو حلوين هالخبز اللي حطيته انا قبل اللي ما كان معنا صار معنا بنرجع بنرحب من, من, جديد لانه كمان بس رجعنا ما بقى لنا رحبنا للمشاهدين. آه. بيعقد شفتك بيعرق شو ليك كيف بيعرق اسمعي شفت الخشن مشويه عشان اوكي ليك شو عملت انا جينا عملنا جبنا الخبزات مقطعين خلطتهم مع شوي صغيره من بهارات اسناد هيك حلوين تبع البهارات العربيه ليك شو حلوين شميهم اذا بتريدي اوكي عن جد مع شوية كمان هيك ملعقه من زيت كمان للسيار خلطتهم حطيتهم بالسولردوم بالفرن الجي اكيد شو صار عنا؟ اه أرمحو ارمحوا 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 قولي ارمحوا اه ارمحوا يعني محمر وتحمر وتبيعي تحمروا اه اوكي اوكي اللي بدي اقول شغله كمان هلا من بعد ما عملنا كمان هالخبزات هل اللي هل عنا هلا المسقعة بتنجين بالبتنجين المسلوق وحمص كمان اول قطفه وين؟ كمان دائما بالسولاردوم على فكره السولاردوم بتحطي فيه انت اليوم صينيه فيها رز طبعا وفيها لحمه أه. وفيها صنوبر وفيها بصل وفيها بهارات كمان العربيه فيك تحطيهم دغري بالفرن الفرن. من انا دائما اي الفرن. مشكله حتى الرز عنجد هلا بس, بس تروحي بتعرفي شو بدي اعمل اذا انت هلا ما بتحكيني كلام مش حلو مم. ما بتنقديني <applause> ما بتفتحي تمك بالخالص تعرف شو بعمل لك <applause> بعطيك الفرن تاخذيه معك على اوكي مبسوطه هيك لا ما تحطني انا بالفرن لا ابدا اوكي ليكي هلا بدنا نشوف شغلي شو عمل الشيف شادي واحد حمص الخبز مزبوط الكلام تمام اوكي اثنين شو صار عمل الرز الرز كمان شو عمل سلق الدجاج فصفصنا الدجاج هيدا الدجاج كله مفصفص ومحطوط عليه البهارات اكيد دجاج فقيه، طلع طبعًا. شو حلو، طبعًا. كيف سخن بيطوش بيعقد، ضل عندي مرحلتين او فينا نقول مرحله اخلط فيها واعمل طرطور اللبن طبعا طحينه او صلصه برافو عليكي يعني انا كيف بعمل اليوم كيف بعمل اليوم الطرطور من الطحينه بحط له مي وحامض اليوم أيوة. بدي اعمل شيء اسمه صلصه لبن بطحينة يعني طحينه ولبن هيدي كمان هلا بتشوف فيها كمان قدامك شغله كثير حلوه بدي منك كمان المضرب اللي قدامك اذا بتريدي يعني... اوكي او الفروستا ليك اللبن واحد اثنينين الزبادي بقصد الزبادي. مش هيك؟ طلع الزبادي كيف؟ راح رح اجي انا هون حط عليه لكل آه, كيلو من اللبن طبعًا. اوكي شو بناخذ؟ بناخذ حوالي الملعقتين من الطحينه تمام <applause> <applause> نص كيلو بناخذ ملعقتين يعني او ملعقه ما نخاف من السعرات الحراريه ابدا هنا. يعني فيها قليله تمام اوكي ليك شو صار انا مسموح عندي هلا مسموح بلش <applause> انا اخلطهم وبطعمهم شوي صغيره اذا <applause> بدي بعصير الحامض الطازه تمام بحط عليهم كمان شوي صغيره كا نتفه صغيره بجي بحرك انا بهالطريقه صار عندي كمان انا هون طحيني وبجي بطعمها انا بشوي صغيره عندك من النعناع اللي بس اللي قدامك تفضلي شوي صغيره شوي صغيري. ليك كيف هالطريقه هون وهلا ببلش اذا بدي ضيف عليهم من المي عندك هون هيك بريق المي شوي صغير يلا جو شويه ما تخافي بعد, بعد 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 بس هلا صار انا عندي هون اللبن بطحينة بطريقه كتير حلوه بتعقد ليك شو حلو يعني خلطنا خمائر طبيعيه أبداً. مع احماض دهنيه مع فيتامين اي كله هنا كله بهالصحن قولي لي مش منيح لا ممتاز منيح وليكي هون عم حمص لك كمان هلا طلعي ليكي ليكي كيف كمان عم نشوي ونشوي للمكسرات فستق حلبي ولا, ولا نقطة زيت ولا نقطة زيت ما حطينا شيء ابدا فيهم, فيهم احماض دهنية اللي هي الدهون الجيدة يعني ليكي هن ما يطلعوا فيكي عم لك هلا فينا احماض دهنية اللي بتعدل الاحماض اللي هي بتعدل الدهون المرتفعة اللي بالدم اللي ال دي ال الكوليسترول بس ناكل هالاشياء بتعدلها يا سلام هلا بدنا مم. نقدم الاطباق بعد عندنا دقيقتين شو بدنا نعمل انا هلا اول شغله رح نجيب هون نقدم الفته تمام شو رأيك؟ تمام شو بنعمل؟ بناخذ طبقة نأخذ برافو عليك، ايه ليكي شو بنعمل؟ بناخذ الرز، واحد طلعوا بالرزات شو حلوين اوكي طلعي بالرز واو هاي طبقة من الرز تمام خبز خبز طبقة طبقة دجاج، في ملعقة كمان عندك إذا بتريدي هونيك لا يقول دجاج طلعوا كيف؟ بنروح لوين؟ بدي منك ملعقة من الحمص إذا بتريدي حمص حمص أول أطفى. اوكي؟ ملعقة من الحمص هيك، هلا بنروح على اللبن طلعوا كمان هون بعدين وين بنروح؟ نحن نحن على الرز تمام وين بنروح؟ على الخبز. الخبز بعدين دجاج وين بنروح؟ دجاج على الدجاج عم عليك عم عليك عم وين بنروح هلا؟ عند اول قطر وين بنروح؟ على الخبز تمام وين بنروح؟ على الرز زيت هلا هاي الطريقه اللي عم نعملها ممكن تنعمل لاشخاص عديدين للعائله كلها ممكن تنعمل لشخص واحد من دون اي مشكله واخر شيء بنحط لايك ممكن يعملوها في بايركس يكون عريض حتى تبان الطبقات كلها 100% انا هون بجي بنظف انا بهالطريقه هيك طلع شيء حلو هون بجي بحط انا من فوق اخر شيء اكيد لانه الدجاج فخيه هو بده يزين زين, زين الطاوله بهالطريقه هيك طلع شيء حلو وصار عندي فتت انا هلا هون تمام دجاج وفتت مع الرز وتطلع الخبزات الحلوين المحمصين بالجيب هالطريقة يعني بروتين وحمص ونشويات حمص يعني حمص. أنا فيها حم أتغدى حمص حمص, حمص أول أطفى. فيها أتغدى بني أطلع النادي على طول يلا من هذه تطلع الأكلة النادي وبترك دي وبعدين بدنا نحكينا هيك على السبور وتطلع هون واو 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 لكن أنا شو بتعمل هلأ هون آخر شغلة هيك وعنا المكسرات طلع المكسرات تمام والله قيمة قيم قيم مش قيمة واحدة وعندك انت هونيك وبدي احط عليهم بس لك شو واحد تمام اثنين ثلاثة أربعة تمام ويلا السوناردوم صفر لي كتب لي اند أتكلم, اتكلم عن الرياضة لا ما اتكلم عن الرياضة لأن معك عشر ثواني الرياضة عشر زي ما شفتوني أنا اليوم لابسة جزمة رياضة وجيت لا. على الاستديو وبدي اروح على النادي لازم تكون معاكم جزمة الرياضة على طول علشان ما تتعذر وما اقدر ولا ما عندي وقت ولا اي وقت ممكن تعملوا لفه حول البيت او حتى سرنا مثلا يعني احنا هنا عندنا سرنا ممشى يعني بجده صار ممشى في كل مكان في كل حي في ممشى ممكن تمشوا فيه حتى على السطح طلوع ونزول الدرج هذا يعتبر رياضه الحركه اللي بيسويها الشيف باي هذه رياضه باي هذه احنا نسميها مارتشنج العسكري باي. العسكري اللي بيعمل كده باي باي مع السلامه باي شوفكم على خير باي باي <applause> أحسنت, احسنت 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 يلا كم كالوري حركت